السلام عليكم مشاهدينا الكرام، صحة عيدكم من طروازون شباب الواد مع ليكيب تاعنا خونا يوسف بيطيطي. صحة عيدك. صحة عيدكم ليكيب طروازون، ربي يحفظكم. مولوديا دوبلي 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 دوبلي، ما فيهاش بلال. دوبلي دوبلي غير دوبلي غير دوبلي. ورا معنا بلال كريستال. صحة عيدكم يوسف خونا العزيز الغالي، عيدكم مبارك من باب الواد. نحيي الشعبي، كل عام وانتم بخير، ما الشعب الجزائري كامل نقولوا له عيدك مبارك، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. يوسف واش تقول الناس اللي يحبوك؟ ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم خويا العزيز. لي زوم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. يا خويا الاجواء حنا عندنا في الحومة كل عام هكذا، يا حنا كل عام نديفيلي وكل عام نديرو طابلة هادية، وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. يا الحمد لله. هاوليك هاوليك، هاد 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 اروح شيخ سلموا عليا قبل شيخ خويا. صحة عيدكم ان شاء الله. لاباس صحة عيدكم خواتنا. ورانا انا وسمع الحومة هادية راك في سيتي دي فيو مولا يا باب اللي واصل لي زونسي تاع مولوديا. انا الياس ما بصح يستاهلوا هاد العام هما، بصح تحب مولوديا. انا نحبهم بصح، انا نحب الياس هما بصح والله غادي يستاهلوا. احنا ماشي شوف، احنا نحبهم خاطر جيراننا هادو، خاوتنا خاوتنا بيان سور. وانا في العيد وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. واش قول للمشاهدين الكرام؟ قول لهم صحة عيدكم ولا قرب الكولا بيان سور ان شاء الله. اللي ما يهضرش مع خوه يهضر معاه ان شاء الله. بالشكر يا باب الواد، صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد، صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد، صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد. مصاني نشوف درابو تاع مولودي انا بلا الله غالب يا خويا، نحيي كاع باب كاع مولودي هنايا. من هذه اسمها خاوتنا؟ صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد، صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد، صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد، صحة عيدكم صحة عيدكم. شوبيونا في باب الواد. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، انا مع بلال كراكاج بصبيحة عيد باب الواد. صحة عيدكم قناة السلام، صحة عيدكم الشعب الجزائري كامل، مرحبا بكم بحي طاحونات القديمة سيتي دي فيو مولا في قلب باب الواد. مرحبا بقناة السلام خويا. خويا العزيز استقبلونا في الفيميشن العيد. هنايا حنايا هذه مائدة الصلح ديالنا، هذه حنا هذه مائدة الصلح نديرها كل عام بشيشي. صحة عيدكم شيشي، ما كاينش بروتوكول. قبل منكم صحة عيدكم، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. واش قول الناس تقبلتونا بكراكاج؟ يا خو الله يبارك خو، حنا هكذا عاملين خو، حنا كل عام هكذا. هذا هو العيد تاعنا، تشوف كيفاش داير والحمد لله ربي يرحمكم. الحومه توجور هكذا كل عام هكذا، على عام كل عام تجيو ان شاء الله تبونا هكذا وتقبلكم بالخير ان شاء الله، وان شاء الله ربي كما نقولوا يجعل الخير. ها قلنا كلمه ديدو روح. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. قلنا كلمه. السلام عليكم. صحة عيدك. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. لكل الامم الاسلاميه. وين رانا انا وسمع الحومه هذه؟ هذه سيتي ديفيا مولا، حي الطاحونات القديمه من باب الواد. تدخل حي الطاحونات تدخل مولوديا. وشكون ماك شوف؟ انا اسمع، ام عمر اللي يسمع هنا بدخلوا معنا تخباوا معنا. كانوا عند اربعه. هذا هذا الميت. صحة عيدكم. والله غير هذا هو، اسمع هذا هو اللي نظم الطابل هذه قاعده. شكون هذايا؟ هذا هو اللي نظم، هذا هو اللي كل عام ينظم المبادره هذه. يحط طوابل يجيب طريطوات يشري الجو تاع الحومه يا اخو، هذا هو الشارم تاع الحومه. نتلموا كاع في هاد الطابله ونتحبوا ونتغافروا، كل عام وانتم بخير والعقوبه العام الجاي خويا. يعطيك الصحه. هذه المبادره درتها باغ اكزومبل تاع الصلح، واحد ماكش يهضر مع واحد يغافروا، حب يقول لك دير في حاجه مليحه. بيان سور هذه حاجه ماشي غير مليحه، فوق حاجه مليحه يا هذه. احنا حومه كنتلموا فيها ويا خويا، وربي قوي المحبه بيناتنا. وصحة عيدكم خاوتنا يا صافي بليزير. الله يحفظكم. صحة عيدكم صحة عيدكم. وشوفيونا في باب الواد. صحة عيدكم صحة عيدكم. هكا كل فلسطيني الله يبارك. وش حد دير العيد يا
كيف خويك مليح؟ هذه المبادرة مليحة مدايرينها مليحة باينة لاسيتي هكدايا، احنا كل عام هكدايا مولود يا هذا هو شبح الحومة، هذا هو شبح الحومة، هذا هو تقول الشان بتاع الحومة. الحومة تاعنا مش معروف، معروف بالتقاليد ديالو، كل عام لبسة هكدايا، كل عام لبسة جديدة. بيبي شاو بيبي شاو السلام عليكم. ومعنا مامان. شكون مامان؟ مولوديا. مامان مولوديا مع ابراهيم لون. صافا مامان، صافا العيد. والله احكي لي على المبادره هذه يا مامان. والله ما شاء الله جيت على جالكم. سنقول لك يا مولانا جيت على جالكم. صح عيدكم، صح عيدكم خوتي، وعيدكم مبارك. وغزه فلسطين ديديكاس الفوفا، ديديكاس الغزه مكان فوفا خويا. السلام عليكم. سلام خويا. هادوما هادوما صح عيدكم خوتي. مع الكازوز انا مع الاورونجي هنا حبيبي. هادوما عندهم عم اللي تزوجوا تبدلوا علينا كامل. عندهم شوفوهم مجدين روحتيهم. هادوما ملي تزوجوا ما ولاوش يديروا معنا المبادره، ما ولاوش يقعدوا معنا، تبدلوا كامل. هادو مين داك ويغيبوا؟ مين داك لي ماري ونحبوا مولوديا. وصح عيدكم خوتي. جوز انا كلها افسه عليك. مين داك غايبين ومين داك حاضر؟ لا 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 إن شاء الله. اكيد تشوفين فيها هاوي انا ما تشالك او ما تشالك ابراهيم لون. عيدكم مبارك. لعقوبة العام المجيد ان شاء الله في حياتكم وحياة المولودية ان شاء الله. وان شاء الله هاد العام ان شاء الله ندو الدوبلي باش تفرح كاع الجزائر. عطاش كاين ليكيب ناسيونال ا وكاين ليكيب ناسيونال بي. عباك شكون هما ليكيب ناسيونال بي؟ هي المولودية، هي البي، هي لا دوزيام ايكيب هنا في الجزائر. وان شاء الله نفرحوا هاد العام ويفرحوا كاع الشعب الجزائري. يعني شوف هذه الحومة دائما زاهية الله يبارك. لا لا هذيك الحومة كاع مولودية، الحومة كاع كاين 90% مولودية. هذا ما تلقى فيه حتى حومة غير في باب الواد. بصح قالوا لي مقارنة ما جابناش الحلوة. لا 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 تعاوننا كاع. انا نجي ناكل، انا نجي ناكل برك. هذا صادق يا مقرر. نعرف ناكل برك. الله يبارك ان شاء الله يا رب. صح عيدكم، صح عيدكم شامبيونا في باب الواد. صح عيدكم، صح عيدكم شامبيونا في باب الواد، في باب الواد. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وبصحة ولهنا علينا اجمعين. وعلى خويا بيلا ان شاء الله هم زهينا الحومة شبحنا عليك انت خويا العزيز. وعلى مولوديا ان شاء الله الحومة دي سبحان الله دائما فيها لومبيونس. حنا مبكري هكذا يا اخو، لاسيتي معروفة يا اخو، في باب الواد لاسيتي معروفة، لومبيونس ومولوديا والقدام يا اخو. وبيلا لو زاد شبحنا وانت خويا انت واش قول لقناة سلام المشاهد الكريم؟ نقول لهم كاع صحة عيدكم وقناة سلام قناة ما شاء الله. ونخلو يوسف يزيد يقول لكم كلمة كان اخونا يزيدو تاعنا. بارك الله فيكم على الاستقبال تاعكم هنا اللي جيتوا تهلاو. نتوما اللي بارك فيكم من الاستقبال. الله يبارك ما شاء الله. صحه عزيز. واش نقول لكم؟ قناه سلامه دي الله تواصلوا قناه ما شاء الله. قناه دعموها، دعموها بصح فيش دعموها بالعقل، بالعقل ان شاء الله. والشامبيون هذا العام وي باذن الله كالعاده حنا كبرنا هكذايا. انا عجبتني حاجه المبادره شغل قاعد غفروا بيناتهم صافي بليزر حاجه مليحه. حنا هادي بكري حنا مخدومين هكذا لهنايا. عيد كبير حنا باب الواد، عيد صغير، عيد صغير وعيد كبير. دائما دائما الطابله هادي محطوطه لهنايا وغاشي كاع بكري عايشين هكذا حنايا صافي بليزر. ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عيدكم مبارك. ناموتم بخير. هادو هما صح البركه فيها دنايا. السلام عليكم. السلام جاي صحيتو. واش راكم؟ لاباس الحمد لله. كيفاش الاجواء مع العيد؟ لله يبارك. الدعوه راهي نشطه وفرحانه. كيف الحاله لومبيونس كذا؟ كيف كومون؟ توجور هكذاك معروفه باب الواد. مرسله دائما هكذايا. دائما دائما هكذا. دائما كل عيد هكذا. كل عيد هكذا. دائما شوف الله يبارك لي جون تاعنا قايمين بها. كيفاش ديدو؟ أطرح السؤال وحنا نجاوبك. أنا عجبتني المبادرة اللي درتوها
تاع ليمو كامل الشباب تاع الحي باغ اكزومبل واحد ما يكونش يهضر مع واحد شغل يتغافر معاه حاجه مليحه. لا لا ما عندناش هذيك العقليه احنا الحمد لله احنا نايضين هنا متربين هنا ما كلمة صرا والو احنا نايضين هنا متربين هنا كيف كيف تسمى دار وحده هذه من الاح حتى لافا صافي بليزر صافي بليزر حنا كاع ولادها يعني ما كاش مشكل كاع هيك صافي بليزر ما عندكم الكالم حي مقي الحمد لله الحمد لله الكالم راك تعرف الكالم في الليل شويه كاين الهول صعب الدومين صعب الدومين غلق عليه غلق عليه صعب الدومين صار والله. واش حبيت نقول لكم؟ حبيت نقول هذه المبادره اللي درتوها ان شاء الله بربي شغل ماذا بينا تكون كاع في الاحياء ان شاء الله كل عياد هكذا كل عياد هكذا كل عياد كل عام هكذا كل عام الله يبارك هذا الحي من اقدم الاحياء هنا في باب الواد اقدم سيتي مشهوره في من الاستغلال من الاستغلال مشهوره في كلش في كلش الله يبارك ربي يحفظكم ان شاء الله وصحة يدكم ونتلاقى في الفرح ان شاء الله يعطيكم صحة روحوا بيلا وي خويا واش قول المشاهد الكريم قول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير عقوب العام الجاي ان شاء الله في حياتكم في حياة والديكم قاعدك ان شاء الله تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله يا كل عام وانتم بخير يا ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظك خويا تعيش عندك ما تمنى واش حنقول لكم صحة عيدكم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم يا خويا ولا غير اجواء راهي تشوف فيها رائعه وربي يدومها ان شاء الله ان شاء الله نكون وصلنا بالخير ان شاء الله وان شاء الله يدخل علينا بالخير ان شاء الله يا ربي ونعقب العام الجاي ان شاء الله وتحبوا بيناتكم تخاوه سي بيان سور حنا رانا كاع ولاد حومتنا هذوما كاع لي زونسيا ورانا كاع خاوه في ام الاسلاميه هذه وربي يدومها وربي ينصر غزه ان شاء الله خويا امين ان شاء الله ربي يحفظك الله يسلمك خويا السلام عليكم خوتنا ورحمة الله مرحبا عيدكم مبارك الله يحفظك العزيز تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومرحبا بكم العزيز نعم أنا عجبت لنا المبادرة اللي درتوها المبادرة هذه العزيز كل عام هكا كل عام وماذا بينا نتمنوهم كاع هي دابا بالواد كل عام يديروا هذه المبادرة باسكو صافي بليزير يا أخو وربي يحفظكم وتقبل الله منا ومنكم الله يسلمك خويا العزيز مرحبا بكم خويا تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم احنا كل عام هكذا خويا وان شاء الله شامبيون هذا العام والدوبلي يا خو تفرجوا تزاع العاصمه خويا ان شاء الله الله يحفظك يا خويا العزيز عزيز صحيتكم عيدكم مبارك العقبات احنا كل عام نديروا هكذا والزوالي ياكل ونفرحوا بعفايس صغار نفرحوا وان شاء الله شامبيون ان شاء الله شامبيون الدوبلي انا عجبتني باغ اكزومبل الناس باغ اكزومبل واحد كيما يكونش يهضر مع واحد عندكم شغل هذه المبادره دائما في العيد شغل ديروا ان طاب تترافلوا بيناتكم تصالحوا تصالحوا ما ملي ما يكونوش يهضروا ولا يهضروا والخير والحمد لله يا مازال الخير في بلادنا مازال شويه نيه مازال صافي بريزي المولود بركه المولود الله يعيش خويا السلام عليكم عليكم السلام يا صحة عيدك الله يسلمك علاش راك مشنف على لا لا ما راني مشنف انا نضحك مازال ما عيد يا لا لا عيد تبلك برك صافا والله الحمد لله يا اخو صحة عيدكم لكاع الجزائر تعيدوا بصحة ولهنا ان شاء الله والسلام عليكم انتو شامبيون في باب الواد باين باينه واش قول المشاهدين الكرام صحة عيدكم كاع وتقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم عيد جميع أمة الجزائرية ان شاء الله وينعاد علينا بالصحة ولهنا ربي يحفظك ان شاء الله الدوبلي هذا العام ربي يحفظك العزيز عيدك عيدكم مبارك انت صمت في رمضان صمت شحال صمت 15 صام 15 الله يبارك واليوم راك فرحان علاش راك فرحان شكون عيد العيد قولهم صحة عيدكم صحة عيدكم صحة كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير روح انتم هذا وياكل هذا مسموع وياكل صحة عيدك صحة عيدك راك مليح لاباس ما قلتليش واسمك معاد صمت في رمضان صمت صمت وقع ايه صمت وقع فيليسيتاسيون هذيك ساحه شاطر انت ربي يحفظك هاجي نسقسي واحد صغيور السلام عليكم خويا لزيف خويا ربي يحفظك انا ايوه ايوه صاحبي انا بونجور بونجور صحة عيدك صحة عيدك قول لهم صحة عيدكم صحة عيدكم راك تحوس على الحلوه راك تحوس على الكاطو تبوني ندير ياكل الكاطو احوس على القاطو فوالا نعطيك هذا انا تندي وحده ليكيب ذوق القاطو تاع باب الواد بنان
عيدكم؟ الله يسلمك عمي. عيدكم مبارك ان شاء الله. واش قول المشاهدين الكرام؟ قول لهم بلي صحة عيدكم الشامبيونة في باب الواد. فوالا هذه الهضره. وانت يا صحة عيدكم وعيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، ونقول اللي مشاهدوا فينا صحة عيدكم. الله يحفظك. يو صحة عيدكم، تعيدوا وتزيدوا وان شاء الله ولدي يدوها. صحة عيدكم. ربي يحفظكم. ربي يحفظكم. يعطيك الخير. واش نقول لك، انا مناصر فريق شبيبة القبائل كل حاجه. نتمنوا لكم ان شاء الله دو شامبيونا، والياسما ان شاء الله يدوك كوب دافريك خويا ان شاء الله. بكل روح رياضيه. بكل روح رياضيه. كيفاش اجواء عندكم في الحومه؟ والله غير الحمد لله. شوف كل عام هكذا، كل عام كان خونا بلال هو كما نقولوا هو الرئيس تاع السفينه، هو القبطان، هو المنظم دائما. يا خويا كل عام وانتم بخير. وهاو لك بياسه في باب. خونا العزيز. السلام عليكم خوتي. صحيتك. احمدي صحيتكم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله ينعاد علينا بصحة ولهنا، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وصحيتكم. ان شاء الله ربي يحفظكم ليك. امين خويا يعطيك الصحة. خوتنا العزاز نبداو مع اصغر صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة عيدك. يسلمك. واسمك تايا؟ أين. قولهم صحة عيدكم. صحة عيدكم. قولوا من حبكم. حبكم. وفي مولوديا. وفي مولوديا. صفاكم لك خوتنا. اروح بلال، اروح خد معي بلال. الله يبلال. تفضل. ادم. واش راكم مع اجواء العيد؟ يا خويا الحمد لله رب العالمين. حنا نقولوا تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم ان شاء الله. وربي ينصر ان شاء الله خوتنا في غزة. هذا واش نقولوا ان شاء الله؟ امين ان شاء الله. هذا غزة. هذا واش نقولوا؟ هذو قاولة حومتك. قاولة حومها. الله يبارك. صحة عيدكم. هذا هو ربح. هذا هو ربح. وهذا شكون هذا؟ حميد. عزيز حميد يا خويا. حميد. هذا حميد فابيهو. ليزونسيان. ليزونسيان هذا. وهذا شكون قدام؟ محمد الجاري. محمد انا. واش تقول لهم محمد؟ صحة عيدكم، عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير. وربي ينصر غزة ان شاء الله. امين. ربي ينصر غزة هي الصح. بيان سير، ان شاء الله يا ربي. زيدوا شوفوا ليكيب. ان شاء الله. وهذا شكون بلال؟ شكون هذا؟ هذاك. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. عزتي لاسيتي. عزتي باب الواد مولود ان شاء الله نديها. ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. تفرحوا وتزيدوا ان شاء الله. وان شاء الله ربي ينصر فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كمل خونا كمل واش راك؟ لاباس الحمد لله. صحة عيدكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تشتري غزة ان شاء الله، والعيد ان شاء الله مبارك هدايا. واش نقولوا خويا؟ الله يجيب لهنا ان شاء الله البلاد هذه. انا قالوا لي عمي كامل دائما حكم كوانا وقاعد وحده. شنو كاين هنا بزاف؟ كاين هذاك بابيون هو اللي بيع لي لابوانت. فهمت؟ هو اللي بيع لي لابوانت، تما ما نقدرش نهضر دوك راك تعرف. وقربوا بابيو لا فهمت كان بابيو فهمت بابيون هو اللي بيع لي لابوانت. كيفاش قال لك بيع لي لابوانت؟ هو اللي بيع، هو اللي بيع. دوك تفهم شكون بيع انت ولا هو؟ هو اللي بيع. علاش قال لك هكذا؟ قال لك هكذا باسكو يحبك بزاف. انا حبيبي. انا حبيبي 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 كمال. وبيلا كريستال يدير ديكات هنا يا بيلا. بيلا توا انا وفيه. انا حبه وحده. ريح بيلا. انا حبه وحده اخويا حبه وحده. احكيوا لي على بيلا اسكو عجبكم في رمضان افلاطين. الله يبارك بيلا. الله الله يبارك. عندنا حبه وحده عندنا في باب الواد. الله حبه وحده في باب الواد. كل عام يديرنا، كل ما يلحق العيد يديرنا. الله يبارك يا اخو. فرحنا لا فرحنا. قلنا اسمك مراد. هذا مراد. هذا مراد العزيز. هذا مراد. هذا مدرب. هذا مدرب تاع رياضة تشيتو في فئات الصغرى. هذا مكون بزاف اطفال. الله يبارك. هاي اللي راهم ابطال دوغا. الله يبارك. ومازال تعمي مراد. مازال الحاج مدرب في السلاط سيردون. صافي بليز الحجم. باب الواد معروفة، فعندهم ديجا نتاع الرياضة بلا. حنا نشوف باب الواد كيقول لك حي شعبي. عندك حي شعبي تصير فيه بيلوت، تصير فيه مدرب، يكون تصير فيه رياضي اوت نيفو. العزيز الغالي صحة عيدك. صحة عيدك. انا كنت رايح قالوا لي ما كانش كيفاش تجي لهنا وما تهضرش مع سليمان. السلام عليكم. صحة عيدكم. صحة عليكم ولاد حومتي قدايا. سليمان سليمان سامبول. انا في لاسيتي يا خو
شغل كي تقول لا سيدي بلا سليمان سانطا شو شو تاع الحومه جاري انا سليمان جاري لازم اخويا بيدان وجاري ويحبوا ولاد حومتي هذا العام دوبلي 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 ان شاء الله نعم دوبلي اوفيسيال بيحضك سليمان عزيز صح عيدك صح عيدك عيدك مبارك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير واش تقول مشاهدينا الكرام قناه سانا في العيد هذا واش تقول لهم صح عيدكم والشامبيون في باب الواد الله يحفظك هذا صاحبي هذا هذا كي جيت خليني نشوفك في كاميرا كاشيني نتبع فيك السلام عليكم خوتي صح عيدكم كل عام وانتم بخير قول قناه سالم صح عيدهم كل عام وانتم بخير خويا وان شاء الله نشوفك في لي بروغرام جاي ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك واسمك انت باش نشفاو عليك اكرم اكرم واش تقول لي سيبورتو تاع مولوديا هذا العام ان شاء الله دوبلي وشامبيون في باب الواد ان شاء الله باذن الله اكرم العزيز أمتي أنا صحة عليكم صحة عليكم وش راكم راكم نحبكم أكم وفي مولوديا وفي مولوديا وبوسني رفيق رفيق كيفاش خويا العزيز واش يا العزيز صحة عيدك خويا تقبل الله منا منكم غفر الله لنا ولكم الحمد لله خويا رانا فرحانين زوج فرحات كاين فرحة تاع العيد يا خو باينة وكاين فرحة تاع مولودي هذا العام الدوبلي خويا ان شاء الله يا رب الحمد لله يا ربي يا خو وخمسة في عين العاديين خويا يا خو وصحة عيدكم يا خو وسمعت هذا قال لي ماناش ملاح ماناش ملاح العزيز من بعد العين يا خو عندنا بزاف تابع احنا العزيز يا تما عندنا بزاف يا خو اير في لهنا لهنا في حومتنا عندنا اللي يتبعونا يا خو ماني شفتك فرحان بزيادة زيادة باينة يا خو مولودية الدوبلي هذا العام وزيد العيد خلينا نفرحوا مع خاوتنا يا ومازال فرحة دوزيام مولودية الشامبيوني خوتي واش تقول المشاهدين الكرام وقناة صحة عيدكم والعقوبة العام الجاي إن شاء الله وينعاد علينا بصحة ولهنا إن شاء الله صحة عيدكم صحة عيدكم والشامبيونة في باب الواد صحة عيدكم وتعيدوا وتزيدوا في حياتكم حيت ولد والديكم إن شاء الله يا خو إن شاء الله تكونوا من أهل الجنة وصاحي وجلال صحة عيد وجلال صحة عيد ما كاش عيد كيما في باب الواد خويا الكابيتال العاصمه كارونتيت ولايه مرقيتو سمحنا رانا كاع في الجزائر بصح انا الميور خويا وربي يحفظكم المغبنا الله يطلق صراح خاوتنا المغبنا لهم في الحبس نقول لهم صحه عيدكم وفي اخر ان شاء الله يا حبيب جميع واحد داو في الحبس صحه عيد وخاوتنا ربي يفرج على كل مقبول ان شاء الله مازلنا في باب الواد توجور مع ديدو العزيز ربي يحفظك خونا عيدكم مبارك عيد مبارك كل مسلمين ان شاء الله وش نقول لكم ان شاء الله نكونوا ودينا دينا الاجب تاع الواجب تاعنا مع رمضان والحمد لله جوزناه باللي كان الحمد لله الحمد لله جاز بيان رمضان الحمد لله الحمد لله نعمه واحد اللي جوزو صايم وصلى وهذاك هو الصح هذاك واش ان شاء الله راح ننالو في الاخره هذه انا في العيد الحمد لله اجواء حيه هنا في باب الواد الناس كامله يتغافر بيناتهم باب الواد كاع الناس تحبها ما كاش اللي ما يحبش باب الواد الناس كاع تجي لباب الواد الحمد لله نقصدوها كاع وي معنا تسمين وراي تسمين هاي تسمين تسمين قولي لهم صحه عيدكم صحه عيدكم ونحبكم نحبكم انت يا واسمك انت يا ميريس واش تقولي لهم ميريس صحه عيدكم عيد مبارك واش تقولي صحاب واش تقولي صحاباتك صحه عيدكم صحه عيدكم صحه عيدكم وهذا العام دوبلي باذن الله دوبلي فيها ان شاء الله نزهيو العاصمه نقول كاين زوج فرحات كاين زوج فرحات بيان سور تاع العيد ونزيدو نفرحو مع مولوديا
فيها خير ان شاء الله. ربي يحفظك. ربي يحفظك. ولكن راح تسمع صايدكم خوتي وشامبيون هاد العام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله خويا. صافي عيتو بيان. والله الحمد لله خويا الله يهنيك يا. هذا وين نوض؟ لا داويني ماشي داويني راني جايب صباح يا الله راني جايب. ولا رجع مازال ما قدمش. هاك تشوف انا. الحمد لله الاجواء حياه حلوه هناك وتغفر لله يا. انا ام خويا. انا مازال ما خدي الازاز نخلي نوض نحلاو المليله. ان شاء الله. شو المليلك؟ تكون مبروك ان شاء الله وكاع الامه الاسلاميه خوتي. تعيدوا تزيدوا ان شاء الله. فرحان اليوم الحمد لله. قالوا لي كان زوج فرحات. فرحه العيد وفرحه ختم رمضان ان شاء الله. في باب الواد صح عيدكم صح عيدكم والشامبيون في باب الواد صح عيدكم صح عيدكم. صافا العزيز الغالي الحمد لله انا نمت الاله سبحانه جوزنا مليح رحمه مغفره ان شاء الله يكون غفر لنا كاع هذا الشهر وان شاء الله يكون راضي علينا. هذاك هو الصح ان شاء الله يا ربي. هذاك هو الصح الحمد لله. انا فرحانين من مؤمن في رحبه ولاد حوم امامني يا سما عندنا صحاب لنا يا سما بجمعنا خاوتنا خاوتنا يا سما من الاخر يا خويا ان شاء الله ينعد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله خويا وتقبل الله منا منكم صالح الاعمال خويا. شحال فرحان؟ راني فرحان بزاف ولا غير شحال كامل فرحه يا خو ما نقدرش نوصف لك والله ما نقدر نوصف لك الحمد لله. قالوا لي كان زوج فرحات فرحة العيد وفرحة مولودها يا اخو شغل هذا العام صح جاتنا شابة يا ما انت او بلا كان معنا العشية لهنايا صح عيدكم صح عيدكم وشامبيونة في باب الواد ان شاء الله تدوب لي هنا انت هنا انت مناو ملي زوار تاع مولودها مصطف تكنيك تاع مولودها يفرحنا بالدوب لي هنا نتمناو بون كوراج قال مصطف تكنيك تاع مولودها وقال لي زوار تاع مولودها ونحبوا مولودها ابا عن جد سمعنا من القلب تاع مولوديا وش على ماي جوار تاع المولوديا انا وليد اونسيان جوار تاع المولوديا ولد باب الواد. شكون الشيخ بابك؟ الشيخ باب الشيخ بابك بوفلاح لعب لابون جينيور طلع لعب واقيل دو ماتش اون سينيور ما دار راح الله المال على خدمه كانت حاجه قليله البالون ذاك الوقت. الشيخ زايد في 55 عم يشوفوا كامل الزوار باللمو بالزمام وسمو اللي كان حاكم مولودي رئيسي صاحبو واك الشيخ كانوا كانوا زي الجوار هما عندي تصور سونسيا يا خويا حنا كبرنا نبكي ولا تصور انا على الزاز راني مع ولاد مولودي عندي تصور تاع الشيخ يا خويا نواري بروك كان لعب مولودي اكبر الشيخ كانت حاجه شنو جدك شكون؟ انا جدي شوف هو كرون بير تاع يما رمضان دحمون سي لونسيان جوار تاع مولودي اللي لعب تاع مولودي باينه اللي لعب جورني اللي لعب فيه مات باباه دفنوا هما هضروا عليه هما هضروا عليه بارتو ما مشى انا الله يرحمه ويسع عليه لعب مات باباه هبط لعب وربح الماتش واليوم انا فرحان رحمه ربي ربي يدوم بالفرحه ان شاء الله عليك خوتي العزاز توجور باب الواد تلاقيت بخوتي تاع بكري خونا سفيان صح عيدكم كل عام وانتم بخير لا قبل من جا ان شاء الله لا قبل سونطو ان شاء الله اخونا انس عندي بزاف ما شفتوش خوتي العزاز صحه عيدكم كل عام وانتم بخير والعقوبه لبلال ان شاء الله ربي يخلينا بلال ان شاء الله يا خو وكاع ولاد حومتنا كاع باب الواد كاع اون جينيرال صحه عيدكم كاع انس واش قلنا على البنات العيد هنا في باب الواد يا خويا ما كاش ما يا خو وين شفت انا كاع بارت وكاع ما كاش بنا كيما باب الواد يا ما قريتو نقصوا ولادها وراحوا قدام تقعد هي باب الواد انس واش رايك في المبادره اللي دارها بلال في الحومه اللي هيك تلموا كامل ولاد حومه وكما تغفروا بيناتهم اللي ما كانوش يتهضروا ولا يتهضروا يا ديك يا دي سنت النبي صلى الله عليه وسلم يا خو لازم هذه هي يا خو ولا تجوزنا رمضان ولا شي يجي العيد باش الواحد ياك تعرف يتغفر مع صاحبه لا لا قالوا لي سنا كان زوج فرحات فرحه العيد وفرحه مولودها بيان سور هذيك وحده اخرى هذيك حاجه باينه يا فرحه العيد وشامبيون شامبيون في باينه يا واش قول للمشاهدين الكرام وقناه سلام ويا نقول لكم يا خويا صحه عيدكم والعقوبه العام الجاي ان شاء الله ويا خويا ان شاء الله ربي يشفي مرضانا وينصر اخواننا في غزه يا خو امين ان شاء الله امين ان شاء الله وانت يا خويا سفيان واش تقول للمشاهدين الكرام ان شاء الله ربي يشفي كل مريض وان شاء الله يطلق له ربي يطلق سراح المحبوسين جينيرال كومبلي وان شاء الله ربي يهدي الامه الاسلاميه كاع ان شاء الله ونكونوا كاع خاوه من عند ربي امين ان شاء الله ربي يحفظكم امين هذا اخوتي العزيز مرحبا بكم يا خو صحه عيدكم وصحه عيدكم كاع لي زالجيريان وان شاء الله العقوبه العام الجاي ان شاء الله تهدوا بالصحه والهنا ان شاء الله خويا صافي عيد بيان والله غير خيرك يا ربي الحمد لله يا العزيز يا خو
الحمد لله ربي دوما ان شاء الله. مازال كاين البنا في باب الواد الله يبارك. اه بيان سور يا اخو بيان سور تريح البنا. البنا يا اخو عبك البنا تريح ما يبادك شايف. تسمى شكي يروحوا يبادها تروح البنا يا اخو هذه هي يا. والبنا البنا شغل فري بنك شايف. كي تايد مع يمك يا اخو شو كي تشوف يمك كان هالعيد انت الحمد لله الدنيا وما فيها. كما قلت تحيه كبيره لجميع الامهات اللي تعبوا في رمضان مساكن وهي بيان سور تعبوا على القاطو ثاني ضربتنا انا نقول لك بالاشكال من انواع. ربي يحفظك ان شاء الله يما وربي يسترك والله يعطيك ويمنك ان شاء الله يا ربي. ربي يفرجها ان شاء الله ربي يخليها لك ان شاء الله. واش قول قناه سلام مشاهدينا الكرام. خوتي صحيتكم وتعيدوا بصحه ولهنا ان شاء الله. ومرحبا بكم يا خباب بالواد كش ما يخصكم اونكا وانا هنا يا خوتي علين والراس يا واش ما يخص خوتي انا هنايا يا خوتي. ربي يحفظك العزيز الغالي يرضى عليك الجاري الله يزور خوتي. دوبلي دوبلي قولهم زيد قولهم قولهم اوا دوبلي هذا العام شنو اوا دوبلي. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير العقوبة كل عام ان شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا ان شاء الله امين ان شاء الله. صافا الاجواء مليحة والله غير في نعمة والله الحمد لله. باب الواد توجور حلوة توجور كان بناتها بكري باينة مازالها اخويا الحمد لله. ربي يحفظك ان شاء الله العزيز الغالي. ربي يجازيك خويا العزيز ميرسي بيان. صحة السلام عليكم خوتي العزيز صحة عيدكم. سلام عيدكم مبارك تقبل الله منا منكم وغفر لنا ولكم ان شاء الله وكاع الشعب تاع الجزائر. انا عجبت لي الضحكة ديالك جيت لك وزباو يضحك حبيبي بيان سور نضحك يا خو عام الدوبلي وما نضحكش يا خو مهبول عام الدوبلي يا خو سير نضحك خويا. صحيت سمر فرحة كان فرحة العيد وفرحة واحدة أخرى بيان كاين فرحة العيد وفرحة تاع الدوبلي هكذا وفرحة تاع القلطة تاع واحد أخرين هاك تعرف يا أخو نزيدو نقولو له صحيتكم صحيتكم شوفيونا في باب الواد صحيتكم صحيتكم والشامبيونا في باب الواد صحيتكم صحيتكم وفيونا في باب الواد صحيتكم اخويا ربي يحفظكم وصحيتكم قلب باب الواد لكاع الشعب تاع الجزائر وكاع الشعب تاع مولوديه هنا ومول البحر خويا ربي يحفظك امين. واش قول قناه السلام يا خويا نشكركم وان شاء الله مزيد من النجاحات يا خو مون كوراج امين ان شاء الله ربي يحفظكم. السلام عليكم. واسمك انت يا سليم قولي لهم صحيتكم 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 قولي لهم نحبكم نحبكم ديري بيزو ربي يحفظك ان شاء الله. هاي قعدوا هنا تشتي تشتي اقعد مشاهدينا الكرام انا في كيطاني مع البيبونه ديالنا صغيره. واسمك سيلين. ايه لين صحيتك صحيتكم كل عام وانتم بخير وحياه كاع الجزائريين والامه الاسلاميه كاع ومولوديه بيان سير ربي يحفظك. صحيتك صحيتك خويا كل عام وانتم بخير ان شاء الله تقبل الله منكم غفر الله لنا ولكم. ما تنساوش دعيو لخوتنا فلسطين اللي هما ماحش يجوزوا عيد كيما حنا ادعيو لهم وسيرتو بروفيتيو من لافامي تاعكم باسكو يجي نهار وين ماحش يكونوا هنا وتندموا على هاد لي مومون. واش نقول لكم بلي صحيتكم وما تنساوش بلي كاع انا مسلمين كاع خاوه خاوه كل واحد يسمح شويه من حقه وان شاء الله تجوز خير ان شاء الله اخر كلام. خوتنا صحيتكم ان شاء الله ينعاد علينا ولكم الصحه والهنا ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله وسامحوا بيناتكم خوتي وهذه هي. السلام عليكم وصحيتكم ربي يحفظكم. السلام عليكم خويا يا مدرب وتسيد حبيبي يا خو هضر معايا انا الاول هضر معايا صحيتك عزيز صحيتك خويا داك حكمه في كيطان لا هو يا لا هوليك لي حكمه زيزويله ما كاين حتى واحد. واش قول مشاهدينا الكرام يا خوتي مرحبا بكم في كيطاني اي حاجه تخص هوليك المالات خوتي مرحبا بكم نتهلاو في العيد ما شاء الله يا اخو ورمضان جاي سمت مع حسين الوس يا اخو والله مع حسين الحمد لله جاز بخير هذاك هو الصح يا اخو هذاك هو الصح ومولود يا باينه وشامبيونا في باب الواد وصح عيدكم صح عيدكم خوتي نعيدوا بصحه ولا هنا والله مع خوتنا الحمد لله جزعينا رمضان الحمد لله ان شاء الله العيد تاني تجوز الحمد لله وصح عيدكم خوتي اخوتي صح عيدكم وش نقول لكم مرحبا بكم هنا في قطعنا عندنا هذا وش نقول لكم وصح عيدكم خوتي صح عيدكم عيدكم مبارك تقبل منا ومنكم ان شاء الله نعيدوا انتيك والحمد لله يا ربي ان شاء الله يا عزيز الغالي واش قول مشاهدينا الكرام في هذا العيد؟ العيد العيد يا خو ان شاء الله يكون البنا تاعو كيما البنا تاع الزمان راك فاهم باسكو يا خو راك تعرف الحاله كش راهي دوكا مازالت البركه مازالت البركه الحمد لله يا خو بصح ولا يشدوا فيها
نشدوا فيها ان شاء الله يشدوا فيها وصح عيدكم انتم اللي تعاونونا باش نشدوا فيها باينه هديه وكاين يتبعوا تقاليد تاعنا تاع بكري تكون حلوه اكثر من حلوه بصح قالوا لي هذا العام كاين زوج فرحات في العيد واش شنو هما قال لك هاد العيد فيهم زوج فرحات باينه كاين بابلوات وكاين باينه مولوديا باينه البارح دحسني طوموبيل على جالها مولوديا ريسكي بيت شر يا اخو علاش ولا غير طلعت طوموبيل على رجلي يا واني نورمال دوك انا قطعت له تيال يا اخو خمس ملايين تيال البارح المهم تحيه مولوديا ونموت على مولوديا اخويا وتحيه بلال لو في السجن يا اخو اش غنقول لكم ربي يطرك صراحكم ان شاء الله وخوتنا تاع غزه يا غزه ربي يثبت عليكم وخلاص ان شاء الله هذا ما كان وصحه عيدكم وعيدكم مبارك واش تقول انا ولاد حومتك تقولهم تحبوا بيناتكم بان بلي تحبوا نحبهم كاع كيما راهم ولاد حومتي ولاد حومتي نحبهم كاع المهم انا بال بلي يحبوك ان شاء الله يا اخو يحبوني هاوليك هاوليك صاحبي انا هاي 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 هذا صاحبنا تاع سطات يا مولود يا هاي يا الدار واش راك حمام تاك خدام هنايا باينه يا الخدمه العمل باينه حاجه مليحه تخدمها ملايكه باينه بليك حاجه مليحه تشوف ملايك اخر من تشوف عباد كبار وك على بال مرحبا بكم في كيطاني ماناج لي بري شابين لي بري تاع زوا ولا باين اخويا زوا ولا وليك مطوات خوتنا شاكي بيت الله فيكم نقول لك حاجه هنايا شوف اللي عنده يلعب وصور اللي ما عندوش قال يجي يلعب خويا مرحبا به خو والله غالي لا اي زوالي لهنايا باسكو يا خو باسكو علاه يا خو حنا كاع زواولا ونحسوا بالزوالي يا خو راك فاهم كاع زواولا ونحسوا بالزوالي خو كان هنايا اللي عنده يلعب اللي ما عندوش يلعب خو وكاع اللي يجوا وكاع مرحبا بهم هنايا في كيطاني صح عيدكم صح عيدكم والشوفيونا في باب الواد صح عيدكم صح عيدكم والشوفيونا في باب الواد عيدك ديدو واه يسلمك خويا العزيز عيدكم مبارك ان شاء الله انا في القصبه جينا نشوفوا البنات العيد في القصبه مرحبا بكم خويا العزيز في القصبه ان شاء الله فهمت اول من مرزق زعيم والعيد زعيم كبير من مرزق في القصبه راه معنا نيمار رابور ديالنا عيدكم كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وانا في القصبه ونبداو بعمي مرزق خوتي العزيز انا الحاجه اللي دهشتني دوكا هاد الساعه الصباح كان في نيمار ياكل في ساندويتش هذه انا ناكل تورطون يا هو مفتوح سيد باين بلي تاكل يا دوما ولاد الكارتي بوبيلار هكذا خو تجي على غير لا تلقى قاعد شغل في الحومه نورمال الريستورون ديما مفتوح هذا ديما مفتوح اه مصطفى قلنا اه مصطفى قلنا اخويا بصحة فطوركم قلت لك صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير فهمت وكل عام انتم بخير وكل ان شاء الله كل عام نتلاقاو هكذا ان شاء الله الفرح وصور ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله لازم تغفروا كاع بيناتنا المحبه تولي مرحبا بك وقناة سلام قناه السلام يعطيكم الخير ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ربي يحفظك هذا هو البركه امي مرزق مصطفى قالوا لك دير الحاله بشويه مصطفى وحنا فقراء البار البار خاوتي كاع كيما رانا كاع صحه عيدنا واللي راه غايب علينا صحه عيدنا والمحبسيه ثانيك صحه عيدها ربي يطلق كل مسجون كما قالوا يا اخي هكذا تخش دوكا رايحين عند وليدي علاش قلت لكم ربي يطلق سراحو ونتمنى له ان شاء الله يخرج انا رايحين الدار للبرج كاع المحابس صحه عيده كاع ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله يطلق صراحه خوتنا كاع هم غايبين والعيد وقت عارف ربي يطلق صراحهم جميع مسجون ان شاء الله يا باذن الله يا في اغلب وقت تزور يزورك ولادك مصطفى ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله خوتي العزاز ميرسي عليك وميرسي عليك حبيبي واش تقول قناه سلام انتم كاع زعامه انتم كاع زعامه والاخرين كاع خرده لا كاع خوتنا شوف كاع شوف حنا نضحكوا هذا قال لك ديرها مليحه تلقاها مليحه حنا دايرينها مليحه وما دايرينها مليحه العزيز عايد نورك خويا العزيز صحة عيدكم ويعطيكم الصحة الزيارة وبارك الله فيكم ربي يحفظك العزيز الغالي هضر عليك كالعادة لا فامي نايمار تاع ماكلة ضحك تقبضت عليه صوت ياك ياكل ياكل انا كاع ناكل هاي 9 و 4 فاطر ويسلم عليك وليكيب عيدكم مبارك ان شاء الله تكونوا تعيدوا بصحة ولهنا ان شاء الله وكل عام انتم بخير شويه من معنا خويا بيلا توش نايمار هذا اخوك صغير خويا صغير هذا شكون كبير هو ولا انت انا بيناتنا باش نقول لك هذاك انا فنانه فنانه هذا فنان هذا تكواليس هذايا رجال خاص نشوفوا خونا فنان خويا العزيز خويا دجبد دجبد خويا تلا
انا جايلي انا جاي بوتك دوبوخ يا خويا لزاز. واش نقول للمشاهدين الكرام؟ المشاهدين نقول لهم صحايتكم صحايتكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله العقبه العام الجاي، وتبعونا قناه وسمه هذه. سلام. كاين حاجه خوتي لزاز، لازم ديروا كيما لا فامي نايمر، تصبحوا على الماكله لا سونتي. انا رجعت لي كيف مازال احنا نضلوا ناكلوا الحاجه عثمانيين. هاوليك ديريكتور كاستينغ اللي خصو كاستينغ او يجوا. مرحبا بهم، يكون انونس ان شاء الله انا نلونسيوها. ومرحبا بكم، يكون عنده ان دون ولا حاجه حبي تورني ولا ماشي حاجه صعيبه، جوست انسان حاجه يحبها يقدر يلحق لها. احكي لي اسمح ربي نايمان. راك السلام يا اخو، عليهم السلام. واش نقول لكم في قناه السلام؟ قناه السلام نقول لكم صحه عيدكم، عيدكم مبارك كل الشعب الجزائري وكل الامه الاسلاميه، وان شاء الله نعاد عليكم بالخير والهنا، والله تقبل صيامنا وقيامنا واعمالنا واعمال كل المسلمين ان شاء الله. وان شاء الله نطلبوا ربي وندعوا له ان شاء الله ربي يفك غبينه خاوتنا اللي في غزه وفلسطين باذن الله تعالى. نشوفوهم ان شاء الله قبل ما يفوت هذا العام، هذا يكون ان شاء الله في استقرار ان شاء الله وسلام. ان شاء الله خاوتي صحيح. تعجبني نقطه البلدي بالبيري قدامنا عزيز. استحلام انا حبيت نبدل اليوم، ما شايف سبحه قدامنا حبيت مصطفى. والله غير شخشوخه، والله غير شخشوخه. عمار كليت شجر. اسمع هذه بضرب. عمار قول لهم على البنا تاع العيد في القصبه. معليش نفهمكم في حاجه، الفري طوملات تاع النيه في القصبه منا وحق ربي شوفه رايحين تاكلوا، ماشي قال نطيبه بالمقله تاع بكري تاع زمان وبنا تاع فري طوملات في الرواق. مرحبا بكم على السلامه. البنا تاع العيد في القصبه، البنا تاع العيد في القصبه. ما شنو نقول لكم، انا نخلي دارنا، نخلي فاميلتي كدا، نجي الاول الحاجه الاولى اللي نديرها نجي هنا نجوز العيد لهنا مع صحابي. من داك نصلي هنا في الجامع ونهبط مع خاوتي، تصاور لومبيونس، واحد يهبط بقلاوه، واحد يهبط بلوز، وحسني ولا تاي قاعده الخاوه كاع لابسين اقميص الله يبارك منا العفايس. عباكم وصل دوكا كي جات صباح لقيتو ياكل في ساندويتش، تصاور بعد لقيت هذاك الساندويتش ساعه ونص وياكل. انا واش كليت؟ والله مال شحال الساعه؟ هاي العشرة الساعة ضربت شخشوخه اليوم. اضرب بلال، اضرب بلال دغري حبس الكاميرا يبدا ياكل بلال. فلسطين شهداء. السلام عليكم خاوتي ابو ابراهيم، قال لكم صباح وحنا ما ناكلوش هاو ياكل. ها واش تقول في الطوم اللي تبب جديد؟ ولا غير شوف مرقاس فريت. واش تقول في المرقاس فريت؟ شوف مع عمر سكسسني عمر الارتيست، هاو مخلطة قاع هاو لي زارتيست. انا مع بلال ابي هاو بلال واش حاك عمر؟ واش رايك في الاجواء هنا؟ امي مولود صح عيدك. اجواء هنا نعرفها انا من 14 سنة وراح، اجواء نعرفها انا شغل تقدر تقول هذه حومتي دوزيام. انا شغل الحمد لله انا هادو كاع خاوتي الديار، هادو ما والديهم والديا شغل ديارهم دارنا. شغل نحس روحي هنايا شغل اكثر من اللي راني فيه حومتي، ما نكذبش عليكم. انا لقيت قدري، لقيت خاوتي، لقيت بزاف صوالح شابين، تلقى النية، تلقى ريحة البلاد، تشم ريحة البلاد هنا يا خو، ماشي غير في رمضان وماشي غير في العيد، يعني بدو لي جور. ها ما ولا هادي هي العاصمة العرض دنايا خلي الحومة ضياق عليهم ملي صدموا الكراية كي جاو انايا شاف عليهم العاصمة العرض. يا حوحو يا حوحو يا مجع عزيز، هذا أكبر شيء أو شنو؟ عمان عمان في القصبة العرض الدنايا خلي الحومة تضيق عليهم. أنا جبني عمار كي يعرض عمار أورد وقع أروح أجيبوا لها. السلام عليكم. عليكم السلام. وش رايك؟ لاباس. وش رايك في العيد؟ باينة أخو. وش سبورتي أنت؟ مولودية. ها مولودية ومن هذه أسماء كاع خاوة. باينة أخو. خاوة واش تقول لهم؟ صحة؟ نقول لهم صحة عيدكم. وأنت واش تقول لهم؟ صحة عيدكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. هذه هي، وأنت واش تقول لهم؟ نقول لهم صحة عيدكم، كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. صحيت، زيد روح أنت، أصبر مش على الدراري كاع. قول لهم صحة عيدكم، وكل عام أنتم بخير، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله تعيدوا على خير. روح المينوشة، هاي الكاميرا، واش تقول لنا؟ صحة عيدكم.
كل عام كل عام وانتم بخير. صحه وانت يا صحه صح لعيدك وانت يا صحه عيدكم كل عام وانتم بخير تعيدوا بخير ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نايمار يوالم يخدم على زونفا انا نخدم مع كاع الحومه شريف وانا لازم صحه عيدك حبيبي كل عام وانت بخير ان شاء الله وان شاء الله في هذا العام الدوبلي وما ناش ملاح مولودية كي تكون مليحة او في بالي اسمع مليحة صباح البلاد صباح البلاد عاصمة والعاصمة هاي عظيم ليكيب هاي لك احنا مولودية عز مولودية هاوليك لي اسمع باينة في بالي اسمع صحة صحة عيدكم وعيدكم مبارك ومولودية وليسمة خاوة خاوة ما ديراش فينا عادي قولي من انا قولي من انا قولي من انا في القصابة اوي باينة قصابة خاوة خاوة انا باب جديد ومولودية وليسمة خاوة خاوة ما يدخلوناش باك سياربي هذا ماك هذا ماك عمو اسمك انت يا وزبو لا بسم الله عندك بانو صحة عيدكم قولينا صحة عيدكم صحة عيدكم صحة عيدكم واسمك انت يا لينا لينا الله يبارك وانت يا أميرة قولهم صحة عيدكم صحة عيدكم وانت واسمك عمال عمال قولهم صحة عيدكم صحة عيدكم وانت يا واسمك كوتر 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 انت يا واسمك نسقسو دي كوتكوتا نهاد شو سنة قرى نهاد برومياراني سيام ايه الله يبارك وش قولي قناة السلام ومشاهدين الكرام في هذا العيد صحة عيدكم كل عام وانتم بخير وصحاباتك قولي صحة عيدكم وصحاباتك صحة عيدكم صحاباتي صحاباتي ربي يحفظكم ان شاء الله وانت واسمك دايا اسحاق اسحاق على خوها خوها هذا خوها اسحاق إسحاق وش من سنة تقرأ؟ سنة ثالثة الله يبارك إسحاق وش سيبورتي تايا؟ ولدية ولدية لا لا وش قولهم للناس صحة؟ صحة عيدكم وش قول كل عام وانتم بخير وش قول قناة تلفزيونية قناة سلام وش قولهم؟ كل عام بونكولاج 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 ربي يحفظك خويا هذا السلام عليكم لا لا الحمد لله وش قولهم؟ صحة عيدكم ربي يحفظك انتم بخير باي باي لي زونفون سقسي سقسي سيبورتي مولودية هادي صحة عيدكم صحة عيدكم العزيز الغالي صحة عيد وصحة عيدك قولوا صحة عيدك يا عمو صحة عيدك صحة عيدك ولا الغالي صباح هاولي كانت تاني مولودية دوكي قولي صحة عيدك قولهم صحة عيدكم قولهم صحة عيدكم قولهم صحة عيدكم قولهم باش يعود يحبوك قولي واحدة بك صافا ديدو صافا العزيز خويا انتك صافا شوية من الحمد لله تاع العيد في القصابة مازال الحمد لله هاك الحمد لله الحمد لله يا رب قولهم لهم الصحة ولهنا الصحة ولهنا ان شاء الله هذا ما كان وشكون قناة السلام ربي يوفق انا نشتي هذا حبيبي خويا العزيز ربي يوفق قالوا لي سلا كان زوج فرحات فرحة مولودية وفرحة العيد باينة باينة هذه حاجة باينة إن شاء الله كما يقولوا إن شاء الله قاعد لي سبورتيف ماشي غير إيكيب وحدة جميع واحد سبورتيف ربي يوفق ربي يحفظك العزيز الغالي العزيز وأنتم ربي يعاونكم وصحة عيدكم عقوبة العام الجاي الناي ديرهم باي باي ديرهم باي باي ديرهم باي 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 صحة عيدكم عيدكم هذه يا شباقة ربي يحفظكم خويا صح عيدك عيدك مبارك كل عام انتم بخير ان شاء الله والحصة تاعكم ان شاء الله راهي في بيقول انا ما انتبهش الحصات هذو بصح الحصة تاعك بارك الله فيك ربي يحفظكم مبارك اكلنا عند بنات العيد في القصبة حاجة واحدة أخرى هنا في القصبة بنا سبيسيال أنا مالي إن شاء الله يبارك السلام عليكم خوتي كل عام انتم بخير وعقوبة العام الجاي إن شاء الله في حي الفاميليا السلام عليكم هادي مولودي يا اخو شنو وصاحب روح لنا يا ترى واسم اقعد واسم الله واسم ليا واسم واش قلنا المشاهدين الكرام فرحة العيد السلام عليكم خوتي صحة عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله تعيدوا بالصحة ولهنا لا عقبة لا مجال ان شاء الله امين ان شاء الله بيان سهل خوتنا العزاز مازال زين دورو في القصبة بارك الله فيك صحة عيدكم لكم العيد انا فرحان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا فرحانين وانا في القصبة يفارغوني انتيك
هاني عباك وراك انا فاريطون بوكتور او لارتيس. اسمع ما تسبعش شاد 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 تخبيها في سبح بيدك يدك يا ريت شاد عليك عن بالك هذيك سمعه دواء هانيه هانيه الحمد لله كلش ملاح تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم وكل عام وانتم بخير. مصطفى لا قصبة واسمه قصبة الحومة مصطفى لا قصبة الحومة وكل عام وانتم بخير يجي علينا بسادو لهنا ان شاء الله. امين. وشكون قناة السلام؟ ربي يحفظهم. سلام 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 وحنا انا مع السلام. راكي في القلب يا سلام. راكي هنا اسمح لي اسمح لي جوسكا كون سلام حتى المدريد خاطبنا اسمع وعمر ويوسف ومراد والفاميليا كاع وتجوز هذه كاع وتحيا مولودي يا خويا وتحيا مولودي يا خويا عزيز الغالي. مشاهدينا الكرام واش نقول لكم انا في عيد الفطر انا في القصبه كملنا الزياره تاعنا مع خونا بلال يا خويا ان شاء الله تكون عجبتكم الزياره باب بلاد القصبه. لا الحمد لله هنا تلقى الاجواء شوف سعيد وامر رمضان امر بنا هنا ما يخص ما تخصكش ويزيد خويا نايمان. واش قول قناه السلام بلاك يا خويا قناه السلام خذ ضياف اليوم عندنا مرحبا بكم وكم مرحبا بكم في كل وقت مرحبا بك ثاني في كما نقولوا انا السلام عليك بلاك دائما حاضر معنا خويا شفت حباب الواد القصبه عامليك خويا العزيز ومعنا خونا نايمار قلنا كلمه قناه السلام والناس اللي تحبك وكمان كما نقولوا الامه العربيه الاسلاميه في هذه الحاجه الاولى عجبك الحال هنايا باينه شفت لومبيونس داني نجي لك نايمار غير اليوم المشاهدين المشاهدين عجبكم الحال بون نقول لكم صحه عيدكم كل عام وانتم بخير وربي ان شاء الله ينصر خوتنا في فلسطين وربي ان شاء الله يتلقى خوتنا المساجين ثاني ربي يتلقى صالحهم كاين اللي ناس معيدوا مع خوتهم كاين اللي يعيدوش مع خوتهم وصحة عيدكم ومرحبا بكم طول طون وتحية قناة السلام خويا ربي يحفظك العزيز الغالي. مشاهدينا الكرام لحقنا نهاية البرنامج واش نقول لكم؟ نقول لكم غدا ان شاء الله في حومة جديدة وضيف اخر والسلام. صحة عيدكم يا السلام السلام عليكم.